بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أحبتي الكرام، أرحب بكم في هذا الفيديو الذي نتكلم فيه عن واحدة من أفضل استراتيجيات التداول التي أثبتت نجاحها 100% وبدون أي خلل وعلى تداول الذهب. هذه الاستراتيجية بشكل أكيد يمكن أن تتداول فيها بكل ثقة وتقوم بتدبيل المحفظة خلال أقل من يعني أحيانا إذا كان لديك وقت خلال أقل من أسبوع، وإذا كان الوقت متوسط لديك خلال أقل من 10 أيام. أحبتي، هذه الاستراتيجية تسمى كما يمكن أن تكونوا قد سمعتم عنها التداول الهرمي. التداول الهرمي، ماذا نعني بالتداول الهرمي؟ نعني بالتداول الهرمي بالفعل التداول بشكل هرمي. كيف التداول بشكل هرمي على الذهب؟ خلال هذه الدقائق ركز معي قليلا لكي تصل إلى استراتيجية تريحك من عناء التحليل الفني والتحليل الأساسي والبحث عن توصيات والشارتات وغير ذلك، وتتداول في استراتيجية سكالبينج فعلا تضاعف رأس مالك بدون أي يعني بدون أي مخاطرة تذكر. تعتمد استراتيجية التداول الهرمي، طبعا احنا طبقناها على الذهب ونشرنا على البودكاست هذا نفسه نتائج رائعة لهذه الاستراتيجية. هذه الاستراتيجية لها شروط، إذا لم تكن تتوافر كاملة لديك فلا يمكنك تطبيق هذه الاستراتيجية. الشروط أحبتي هي: أولا أن يكون لديك متسع من الوقت لكي تتداول. ليس الموضوع هنا استراتيجية أن تضع صفقة وتخرج وتضع لها هدف ربح وقف خسارة، لا، الموضوع هنا هو الجلوس على المنصة على الأقل يوميا لمدة 5 ساعات أو 4 ساعات. إذا كان لديك هذا الشرط متوافر فيمكن أن تتابع إلى الشرط الثاني. الشرط الثاني أن يكون لديك رأس مال على الأقل $1000 أمريكي. في حالات إذا كنت مبتدئ طبعا، وفي حالات إذا كنت متقدم في التداول ممكن أنك تبدأ $500 أمريكي، يعني ما بين 500 والـ1000 أيضا مناسب حسب خبرتك في السوق. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن تتداول طبعا مع إحدى الشركات الموثوقة التي تقدم تبريد منخفض على الذهب وعلى العملات، وأخص بالذكر هنا وأنصح بXTB الإماراتية في دبي، رابط تسجيل مباشرة فيها بدون أي عمولات موجود أسفل هذا الفيديو في صندوق الوصف، تقدر تضغط على الرابط وتسجل حسابك، بعد ذلك تتواصل معك الشركة لإكمال التسجيل والتفعيل. الآن نظريا إحنا طبعا احنا عمليا وتطبيقيا نزلنا اكثر من 100 فيديو تطبيق لهذه الاستراتيجيه مباشر، يمكن انك تشوفهم على البودكاست نفسه هذا اللي بتبعه هذا الفيديو. رياضيا تعتمد هذه النظريه على الدخول بناء على التحليل الموجي البسيط للذهب. ما هو التحليل الموجي البسيط للذهب؟ التحليل الموجي البسيط للذهب احبتي هو مضمونه بكل اختصار أن الذهب في أوقات هدوء السوق. طبعا الشرط الثالث، خلينا احنا ما نخطش الموضوع بعضه، الشرط الثالث أن لا تتداول إلا في أوقات هدوء السوق، وأوقات هدوء السوق هي ما بين بداية السوق الآسيوي من الساعة 2 فجرا حتى الساعة 2 ظهرا، هذه أوقات هدوء السوق التي نتكلم عنها. أما في أوقات أخبار أمريكية هامة، أوقات فتوح السوق الأمريكي، فهذه الاستراتيجية غير صالحة على الإطلاق. طبعا ما بين الساعة 8 مساء وحتى 12 ليلا أيضا تصلح هذه الاستراتيجية، لكن علينا أن ننتبه إلى موضوع أنه في أحيان بيكون في أخبار أمريكية مثل الفائدة والفومك 9 مساء، فهذه بتتجنبها في كل تلك الليلة. يعني أنت عندك مجال ما بين الساعة 2 فجرا والثنتين، 2:30 عصرا كل يوم،
وعندك مجال ما بين الساعة 8 ليلا حتى 12 ليلا، باستثناء الأيام وهو يوم أو يومين بالشهر اللي بتجي فيها أخبار الفائدة الأمريكية. تتجنب فتحة السوق الأمريكي، بتتجنب الأخبار الأمريكية، هذا يؤدي إلى نتائج باهرة في هذه الاستراتيجية. أما التداول وقت الأخبار ووقت السوق الأمريكي فهذا يعني الخسارة بشكل أكيد للأسف. لذلك الشرط الثالث كما ذكرنا. الشرط الرابع في هذه الاستراتيجية أو الفكرة الرابعة إن بندخل بناء على التحليل الموجي البسيط، ويوجد في هذا البودكاست أيضا فيديو يشرح التحليل الموجي البسيط، ابحث عنه التحليل الموجي البسيط وتلاقي شو التحليل الموجي البسيط. ومضمونه باختصار شديد إنه الذهب يمشي على شكل أمواج في أوقات هدوء السوق فقط. لاحظ هذه أوقات هدوء السوق هنا، طبعا بنعتمد على شارت الدقيقة، شموع الدقيقة أو لاين الدقيقة. هذه أمواج الذهب، لاحظ ركز معي هنا قليلا لكي نشرح أمواج الذهب التي تحدث أثناء هدوء السوق. صعود ثم هبوط ثم صعود ثم هبوط ثم صعود ثم هبوط ثم صعود ثم هبوط ثم صعود ثم هبوط صعود هبوط صعود هبوط صعود هبوط. الآن هذه المنطقة ما فيها مجال لأنه ما كانت بأوقات هدوء السوق، هذه كانت أوقات الأخبار. يعني إحنا لما نحكي عن أوقات هدوء السوق بنحكي عن أمواج مثل هيك أمواج. هذه الأمواج تنقسم إلى ثلاث أنواع. الأمواج الخفيفة مثل هذه تسمى موجة خفيفة، لاحظ هنا هبوط صعود هبوط. والأمواج المتوسطة هذه هبوط متوسط هذا صعود متوسط. والأمواج الطويلة، الآن ما يلزمنا في أوقات هدوء السوق يكون السوق يمشي بشكل أمواج الخفيفة والمتوسط. الأمواج الطويلة هذه بنبتعد عنها إطلاقا لأنها بتكون في أوقات السوق الأمريكي والأخبار الأمريكية. الآن أحبتي حتى إحنا كمان نوضح الفكرة، طبعا هذا أشوف هذا وقت خبر النون فارم بيرو البارحة الجمعة، شوف كيف السوق بيمشي في أوقات هدوء السوق. صعود ثم هبوط صعود 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 هبوط. هذه كلها الأمواج ما بين خفيفة لحد 20 نقطة وما بين متوسطة حتى 35 نقطة على الذهب، السوق يمشي فيها بكل أريحية أثناء هدوء السوق. الآن ما دمنا من الدول أثناء هدوء السوق فإحنا لدينا إمكانية أن نخرج من أي صفقة شراء، مثلا نشتريها هون مثلا كانت هذه موجة هبوط على سبيل المثال، لاحظ ندخل الشراء هنا هنا، الآن هنا بتكون خسرانة هذه الصفقة، بنرد ندخل شراء وهنا شراء تعزيز وهنا. هذه أداة التداول الهرمي يعتمد على التعزيز بنفس الاتجاه، تأخذ صفقة تعزيزية بنفس الاتجاه إذا عكسك السوق، إذا ما عكسك السوق بيمشي معك تربح. الآن على سبيل المثال هذه موجة هبوط، هنا شراء، ممكن إنه أنا اشتريت هون برد إذا عكسني بشتري هون، برد إذا عكسني بشتري هون، برد إذا عكسني بشتري هون. كم المسافة بين كل شراء وشراء آخر؟ بالنسبة للمسافة التي يجب أن تضعها كفاصل هي 10 نقاط فقط، يعني دولار بالنسبة لسعر أوسط الذهب. يعني أنت اشتريت هون بسعر مثلاً 2462 نزل ل 2461 ترد تشتري مرة ثانية، نزل ل 2460 ترد تشتري مرة ثالثة. الآن هون على أول صعدة بكون ثلاث صفقات ربحانات. الآن على سبيل المثال صعد هون اشترينا هون عكسنا بعنا هون عكسنا ردينا بعنا هون خمس صفقات. الآن لما يوصل هون مع موجته النزولية تكون ثلاث صفقات ربحانة وصفقتين خسرانات، الربح أكثر من الخسارة. وإذا صبرت عليه لهون تكون الربح تدبل مرتين أو ثلاث مرات. الآن على سبيل المثال طبعا هذه الأمواج تكون بهذا الشكل فقط في أوقات هدوء السوق، لاحظ في أوقات اضطرابات السوق والسوق الأمريكي لا يوجد هكذا أمواج.
أنا لدينا هنا موجة صعود، لاحظ مثلا صعد بقوة، بلشت أنا أبيع من هون مثلا، من هون بس بعت أول صفقة هون، ثاني صفقة هون، ثالث صفقة هون، رابع صفقة هون. الآن بكون عندي أربع صفقات هون، على أول شمعة هبوط هذه بكون أنا ربحان هون، بكون مدبل هون ثلاث أضعاف. الآن أنا نزل لهون بوازات القاع السابق، بقدر أنا كمان أشتري من هون وبرد أعزز من هون، بعزز من هون، برد بسكر هون لما أربح، أو هون الآن رد نزل برضو بشتري من هون، بسكر هون، ببيع هون بعد ما الصعود هون. مثلا لو بعت هون مثلا أنا، لأن هذه قمة صح، إحنا نعتبرها قمة، هذه موجة خفيفة وهذه موجة متوسطة. لو بعنا من هون ردينا عززنا هون 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 ست أو خمس تعزيزات، كله بربح هون على الموج، ما دام أنت في أوقات هدوء السوق والذهب يمشي بهذه الأمواج ما بين موجات خفيفة ومتوسطة. إذا ظل يتنقل بين موجات خفيفة وخفيفة، أو موجات متوسطة متوسطة أو متوسطة لا خفيفة أو خفيفة لا متوسطة، فأنت في السليم. متى ممكن تجي موجة طويلة تخرب كل شغلنا في هذه الاستراتيجية؟ لما يكون في خبر أو يكون في سوق أمريكي قوي. الآن هذه الأمواج احنا بنحكي عن ما بين الساعة 1 ليلا لما يفتح سوق الذهب حتى 2:30 ظهرا، يعني اكثر من 13 ساعة، وبنحكي ما بين 8 الى 12 ليلا، يعني حوالي 17-18 ساعة يوميا يكون الذهب يمشي بهذا الشكل. كل 10 نقاط بتعزز، وممكن فيه احيانا تقدر تعزز إذا حبيت تحصل صفقات أكثر، بتعزز كل ما يعكسك 7 نقاط. يعني إحنا الآن على سبيل المثال هون صعد، بلشنا نبيع هون، هذا السعر هون 2464 ونصف، 65.20 بنبيع، 66.90 بنبيع، 67 و 80 و 60 أيضا بنبيع، 3 تعزيزات هم بكونوا ربح كلهم. الآن بالشراء إذا اشترينا من هون، خلوا يعكسنا هاي صفقة تعزيز صفقة تعزيز صفقة تعزيز 3، برضه هون ربحانين ما دام بيمشي بالشكل الموجي، وهذا الشكل الموجي هو أوقات هدوء السوق. الآن ممكن أنت أحيانا توصل تعزيزات لحد 5 أو 6، ما في مشكلة على أول موجة انعكاسية ما دمت ضمن حدود هدوء السوق، تخرج من هذه الصفقات سواء كانت بيع من هنا أو شراء من هنا، بيع من هنا أو شراء من هنا. يعني لما يكون يمشي معك بشكل موجي، شوف الذهب دائما في أوقات هدوء السوق، لاحظ يمشي بشكل موجي، لاحظ يمشي بشكل موجي، باستثناء طبعا أوقات الأخبار والسوق الأمريكي بصير يأخذ ترندات، مثل هون أخذ ترند عالي كثير. شوف هذه أمواج الذهب، صعود هبوط صعود هبوط صعود هبوط صعود هبوط صعود، هذه أوقات هدوء السوق. الآن ممكن إنه بعض الأحيان يصير في خلل معين، إنه أنت تكون فتحت صفقات الساعة 2 ظهرا ولسه ما طلعت منها، يجيك تقترب الأخبار. في هذه الحالة أنت يعني بعد 2 الأفضل إنك ما تفتح صفقات عصرا، وقبل 8 مساء ما تفتح صفقات ليلا، بتتابع الاخبار. اذا كان في بالليل في احيانا الساعه 9 مساء خبر الامريكي الفومك او الفائده، تتجنب هذه الليله. بقيه ما تبقى السوق الاسيوي والسوق الاوروبي كامل مناسب لهذه الصفقات، لانه الاخبار تصدر حتى في على اليورو ما بتاثر كثير على الذهب، فبيظل يمشي بالشكل الموجي هذا. الذهب يمشي بشكل موجي ما دمت في أوقات هدوء السوق، صعود هبوط صعود هبوط صعود هبوط صعود هبوط، الشراء هنا البيع هنا، 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 الشراء هنا البيع إلى آخره. الآن نيجي للشق الثاني الأهم في هذه الاستراتيجية، وهو حجم اللوت. حجم اللوت، عندما نتكلم عن حجم اللوت هنا يجب أن نركز على نقطة هامة جدا،
لا يجب أن يكون اللوت مرتفع بالنسبة لرأس المال، وإلا سنفقد رأس مالنا وممكن أنه نخسر رأس المال كامل. الآن الستاندر بالنسبة لهذا التداول، عندك $1000 أمريكي بتدخل باثنين مايكرو كحد أقصى كل صفقة، وإضافة إلى صفقات التعزيز. عندك $500 أمريكي بتدخل بواحد مايكرو. لذلك أنا بقول لك أقل من $500 أمريكي ما بزبط معك هذه الاستراتيجية. إذا تداولت طبعا في أوقات هدوء السوق يوميا 4-5 ساعات، هذا يعني أنه مع هذه الصفقات والصفقات التعزيزية التي تدخلها للذهب يمكن بكل سهولة أن تدبل المحفظة خلال أقل من 10 أيام. وهذا عن تجربة، وأي استفسار بالنسبة لهذه الاستراتيجية رقم واتساب موجود أسفل هذا الفيديو، ممكن أنكم تشوفوا، وهذا هام أنا بنصحكم تشوفوا فيديوهات التداول المباشر بناء على هذه الاستراتيجية، أثبتت جدارتها بالنسبة للذهب وأدوات أخرى طبعا، لكن إحنا هون بالنسبة للذهب نقول أنها أثبتت جدارتها، التزم بهذه الشروط، تخلص من شبح الخسائر. طبعا هذه كما ذكرنا هي استراتيجية سكالبينج. بالنسبة للبعض سألني، بحب أنوه بالنسبة للخروج من الصفقات. الآن أنت لما تكون داخل صفقة على سبيل المثال واحد ميني عكسك السوق 7 نقاط، صارت عندك -8، خلنا نحكي مع السبريد، أو -9، بتدخل صفقة تعزيز. لما تصير عندك -$7 تدخل صفقة تعزيز. المايكرو دخلت وصار عندك -70 سنت تدخل صفقة تعزيز. الخروج، أين الخروج؟ الخروج مثلا واحد ميني مجرد ما ربح $5 فما فوق سكر الصفقة. الآن في بعض الحالات لاحظ أنه بتزداد صفقات التعزيزية، بتصير أكثر من 6 صفقات أو 7 صفقات. إيش بعمل أنا في هذه الحالة؟ في هذه الحالة الصفقات التعزيزية الجديدة لما تربح مبلغ لو بسيط بسكرها، حتى أعطي نفسي مجال أني أفتح صفقات تعزيزية أخرى بدلا منها، وأربح أرباح خفيفة لغاية عودة الموجة معي كما أريد. هذا ما لدي في هذه الاستراتيجية. شاهدوا البودكاست بالنسبة للفيديوهات التطبيقية والصفقات المباشرة على الاستراتيجية. أتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.